الآن نحن في مدينة غرناطة، في هذه المدينة الجميلة الأندلسية الإسبانية، وفي طريقنا إلى بيت الشيخ يوسف الغرناطي من سكان غرناطة الأصليين. فبعد قليل إن شاء الله سنقف أمام داره فنلتقيكم. ونحن الآن نصعد على الشارع المؤدي إلى الحي العربي الأندلسي البايزين. إن شاء الله في خلال دقيقتين ونصف نصل إلى المكان المنشود. هذه أحياء البايزين، أحياء أندلسية التصميم. والآن ندخل الدخلة الضيقة هنا. الآن نقترب من البيت رويدا رويدا. أظنه هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. استقبلنا أجمل استقبال. وهذا الحي هو حي البايزين.